اوكي حرف الزد بياخد صورة. اوكي حلو ممتاز. اوكي حس، لا يخرب بيته، عمل قطع السيارة. اوكي يا شباب، بسم الله نبدا. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم للعبتنا الرهيبه، لعبتنا الجديده جوراسيك وورلد. اوكي يا شباب، بدايه حابب اشكركم، الدعم اللي قدمته للسلسله ماشي حاله تقريبا. حابب اشوف دعم اكثر من هيك، حابب اشوف فينشر للفيديوهات على هاي اللعبه، على لعبه ارك وغير الالعاب بشكل عام. اوكي، في كتير افكار حكيتوا لي اياها انتم انه اسويها انا بهي الحلقه. من ضمن هاي الافكار كان اني اقسم هاي المنطقه لقسمين هيك بالطول، شايفين بهذا الاتجاه من ناحيه الباب هيك اقسمها. قسم يكون للحوميات وقسم يكون للعاشبات، عرفتوا كيف؟ وقلتوا لي انه بقدر انا كمان ازيل الشجر هذا وبقدر اكبر الحديقه اكثر من هيك. قلتوا لي كمان انه لازم اعمل فنادق، لازم اعمل الشغلات هي. هلا ان شاء الله، هلا هن طالبين مننا اليوم انه لازم نسوي لهم فاست فود ريستورانت، لذلك لازم نجي لهون. هلا هذا والله ما عرفت شو هو. المهم هلا هذا فاست فود، اوكي رح يكلفنا 170 دولار. اوكي لازم نسويه الصراحه، لانه رح يكون جدا ضروري، عرفتوا كيف؟ خلونا نحطه بهالمنطقه هون هيك. اوكي ممتاز جدا، حلو حلو حلو. اتوقع انه هي وحده من الثانيه. هلا عندنا هون لازم انه الشوبينج، لازم نعمل لهم الشوبينج. الهوتيل هذا لا، جيفت شوب هذا هو بدهم هن، جيفت شوب لا، ريست روم لا. اوكي اتوقع انه هذا هو الجيفت شوب عشان يشتروا العالم منه او شيء. اوكي وين فينا نحطه؟ بدنا نحطه هون. للاسف ما اتوقع انه بنقدر نحطه هون. طيب نقدر نغير منطقه. اوكي هلا هن حاطين لي انه انا لازم احطه هون، عرفتوا كيف؟ طيب دقيقة خلوني اشوف هيك اذا حولت هيك. اوكي بقدر احطه هون مثلا اذا عملناه روتيت. روتيت باي زر كان؟ اوكي بالاكس. اوكي اتوقع انه هيك بيركب هو. اوكي يا عيني يا عيني، ممتاز جدا مكانه. اوكي خلونا نحطه هون. حلو 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 حلو. هلا صار عندنا اول مهمة انتهت، ثاني مهمة باي. هلا هاي المهمة الصراحة ما عرفت شو هي والله، بس حاطين انه ريتنج اوف ذا لاست 7. الريتنج اتوقع انه هي. اوكي شايفين ارتفعت عنا، صارت نجمة ونص لانه بنينا لهم فاست فود. اوكي وعنا هذا هلا الشوب وجيفت شوب رح ينبنى عنا، رح يكون جدا شيء اسطوري. طيب لبين ما ينبنوا هدول وتخلص امورنا نحن، شو رايكم نجي لهون ونبلش نقسم السور؟ واحد من الشباب كتب لي او اغلبكم كتب لي يعني انه لازم اقسم السور بشكل من هون مثلا هيك، اعمل مربع هيك 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 لهون تمام، واعمل باب من هون وباب من هون، قسم بودي على اللاحمه. اوكي لازم نعمل طريق لهذا ال، اوكي ما بده طريق يا عمي، ما بده طريق. اوكي يلا بنعمل له طريق ما في مشكله. اوكي اوكي مش الحال. اوكي اتوقع انه مش الحال صح. اوكي العالم حلو حلو، العالم صارت تفوت على الريستورانت بس على الكلوذينج. اوكي اوكي يا شباب، هاي المهمة اجتنا هلا انه نعمل مدرجات لحتى العالم. اوكي هلا هاي ما بعرف المهمة هاي شو هي. طيب ممكن انا افهم. اوكي باور. I've seen things I'd rather not talk about, but it hasn't dampened okay. my commitment to the dinosaurs. The raptors okay. more generally, and ما قول إنه ما فيها طاقة، لا فيها طاقة. We have a special relationship, like what I have طاقة. with Claire. Less complicated. أنا بدي أفهم anyway, هاي المهمة nice شو هي. ما بعرف والله. على كل حال يا شباب خلونا نروح أول شيء نبني لهم مدرجات قبل ما نفصلهم للديناصورات. خلينا نبني لهم مدرجات. برأيي انا رح احط لهم هون مدرج. طيب المدرجات هون صايره. اوكي لا هي محطه الوقود. اوكي هي شو هي السنتر، هي رينجر ستيشن. اوكي طيب السور عنا. اوكي هذا هو هذا هو، حطه من هون. شو رايكم؟ خليني اشوف والله شلون الاطلاله. اوكي هيك رح احطه على اطلاله جدا ممتازه
وبنحط واحدة من الطرف الثاني، أتوقع بتكون جدا أسطورية، لكن لازم نوصل لها طريق ولازم نوصل لها كهرباء بهي الحالة. لذلك خلينا نحطه هذا هون، ما في أي مشكلة، وخلينا نحط لهم واحد ثاني كمان هون، شو رأيكم؟ أوكي هون رح يكشفوا على منطقة جدا كبيرة. أوكي هيك أتوقع هيك ممتاز. أوكي هذا بس بده طريق، الكهرباء موجودة عنده على ما أتوقع. أوكي حلو 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 جدا. طيب خلونا نوصل لهذا الطريق هلا. اوكي حلو، ركبنا له طريق، نركب لهم كهرباء هلا. اوكي الكهرباء منين نجيبها؟ اوكي اول واحد اكتمل. ما بعرف الصراحة شو لازمنا، لازمنا هاي المولدة نحنا. اوكي اتوقع انه لازمنا نحنا مولدة من هاي ونوصل لها كهرباء. والله انا برأيي خليها هون، شو رأيكم؟ ممكن نبني شيء ثاني هنيك لانه. اوكي خليها هون هاي، ولازم نوصل لها كهرباء. اوكي اوكي حلو، وصلنا له كهرباء على ما اتوقع. اوكي هذا وصل له كهرباء، هذا وصل له كهرباء، بس بده شو؟ اوكي الغي لي هي، هذا بس بده طريق من هون. اوكي نايس نايس. اوكي هي انتهينا من شغله ثانيه هلا اللي هي المدرجات المشاهده. اتوقع انه هلا المهمه اللي باقيانه علينا نحن انه نقسم الحديقه تبعنا مشان نشوف اليوم شو في عندنا ديناصورات. لازم نعمل لها هذا، نعمل لها كيوبيت. هلا عندنا هذا اللي مثل الباراسورو، صحيح للتذكير قلت لي انه هذا اسمه سيراتاسورو مو كارنو. الصراحه انا قلت له كارنو لانه مثل بيشبه الكارنو بلعبه ارك، عرفتوا كيف؟ هلا هذا صنعنا منه الحلقه الماضيه ومات. الحلقه هي ان شاء الله رح صنع واحد ثاني، ورح احاول اصنع هدول الاثنين. ما بعرف شو ممكن يكون معنا، لكن لساته الريتنج تبعهم هدول ما ارتفع. لذلك لبين ما يطلبوا منا مهمه ثانيه، خلونا نقسم هاي الحديقة نشوف شلون رح يتم الوضع معنا، ولنشوف وين بدنا نحط الديناصورات العاشبة وين اللاحمة. اوكي اعطونا السور. حلو هلا هذا السور فنس. اوكي هذا فنس. اوكي هذا فنس العادي. اوه طيب بدنا نحط معناتها من هذا، ما عندنا غير الحل. اوكي ما بقدر احط من هون. اوكي من هون معناتها. اوكي بنقسمها هيك، نقسمها لهون تو لونج. اوكي طيب خلونا نرجع هيك شوي شوي. اتوقع هيك ممتازة. نسحب هيك كمان شوي، شو رأيكم؟ ولا الكم خلونا نعملها من هون وحدة هيك، نسحبها لنشوف نوازيهم مع بعض. اوكي اتوقع انه هيك متوازين مع بعض هنا. ليش؟ لا لا يخلوني احطها، حرام عليكم. ولو لا يا ربي. اوكي حط لي واحدة هون. اوكي هيك المفروض. اوكي يا الله ما عم يخلوني اوصلها هون. نايس نايس يا شباب، طلعت عنا هلا تقسيمة اسطورية. اوكي جيت قلتولي انه لازم احط جيت من هذا الطرف وجيت من هذا الطرف، صح؟ قلتولي اني احط جيت من هون وجيت من هون. طيب هلا هو هذا السور لازم انا افصل فيه ولا لا؟ طيب مو مشكلة، خلونا نحط واحدة هون ونحط واحدة هون. اوكي نايس. احط واحدة هون بالنص ولا ما لها داعي؟ اتوقع ما لها داعي، اتوقع ما لها داعي. طيب الفنس، شو في عندنا فنس ثاني؟ اوكي هو ما عندنا غير فنس واحد نحن للعلم، يعني ما عندنا غير واحد. اوكي نقسمها شلون؟ هلا هي تبعنا المزرعة. اوكي هي هيك بهذا الاتجاه. اوكي حلو، نقسمها نحن باتجاه بالنص بالضبط، شو رايكم؟ خلونا نقسمها بالنص بالضبط، رح تطلع جدا اسطورية. اوكي هيك، ارجع كمان شوي. اوكي هيك وبنوصلها بهي. يا عيني يا عيني. اوكي اتوقع اني نهيتها حاليا، خلوني اشوف المنظر شلون صار. اوكي ممتاز ممتاز، حاليا نحن فصلنا المزرعتين مع بعض. خلونا نشوف هذا، اتوقع انه في الستاتس تبعه شلون. اوكي الفورست اللي هي المنطقه اللي هو لازم، هي شايفينها اللي ما لازم يعيش فيها، لازم تكون كبيره. اذا نزلت عن الخط الاحمر ممكن انه يشكل الخطر ويشرد ويطلع برات برات المنطقه تبعه يعني. اوكي هذا الحكي ممتاز، بس عم بفكر اذا انا بدي اجي مثلا بالسياره. اوكي هاي شو؟ اوكي عم تقلي انه انتج
لازم انتج ديناصور الريتنج تبعه 1 ستار. اوكي طيب هات اكسب ما في مشكله. اوكي شكرا. الفكره تبعي يا شباب اني انا احط جيت هون، عرفتوا شلون؟ احط جيت هون ليش؟ بحال انا اجيت بالسياره، الصراحه ما بعرف انا السياره وين لازم تتصنع وشلون، لكن قلتوا لي انتم انه في سيارات وفي في طيارات بتقدر تعالج فيهم ديناصورات وتقدر تقدروا. لكن هلا هذا الباب اذا حطيته من هون كان اذا دخلت من الباب هذاك اللي فوق يا شباب من هذا الباب اقدر اجي ادخل من هون ادخل لعند هذول الجماعه اللي هون، عرفتوا كيف؟ فخلونا نحط لنا وحده جيت هون رح تكون فكره سديده على ما اتوقع. اوكي بنقول ان شاء الله. طيب الفود تبع هذا الديناصور كتبتوا لي بالتعليقات انه الفود تبع هون مو هذا هو، عرفتوا كيف؟ لذلك خلونا نشوف الفود تبعه هو المعز. الفود تبعه قلتوا لي انه هو المعز، تمام؟ لذلك خلونا نحط له معزه هون. اوكي انا حاليا معي 800,000 فقط لا غير، صراحه ما بعرف شلون رح يكفوني ولا لا. اوكي هو وين حاليا؟ طيب ما في مشكله طلعنا له خليه ياكل يتهنى يتسلى ما في مشكله. طيب خلونا نشوف هلا حاليا شو في عندنا مهمات وشو في عندنا شغلات نجيبها. اوكي لساته 1:30 الريتنج تبع المزرعه، يعني تبع المزرعه تبع الحديقه تبعنا. اوكي هلا هذا الريتنج تبعه 7. شو جابوا لنا؟ شو في هون؟ اوكي مشكور 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 على المصاري. اوكي خلونا نشوف هدول المهمات شو هن ونظبطهم. اوكي هلا في هون هذا المكان اللي هو تولي انه هي مهارات لازم اتعلمها، جدا مفيده رح تكون بالنسبه لي، لكن رح تاخذ مصاري يعني. هي الصراحه ما بعرف شو هي، هي جينوم على ما اتوقع اني بقدر افتحها وبقدر اسوي منها جينات. اوكي طيب في عندنا شيء ثاني اللي هو هذا هذا اوكي هذا ميديكال. اوكي هذا ميديكال اتوقع انه هذا لازم نطوره، هي الخبره لازم نكتسبها. طيب خلونا نكتسبها هي الخبره، هي للميديكال للطب. اوكي هون شوفي عندنا، اوكي عندنا قناصه الطياره لا لازم نطور، نحن اول شيء ناخذ السياره صح ولا لا؟ انا بعرف انه لازم ناخذ السياره اول شيء. اوكي هذول تبعت السيارات نحن ما لنا اخذين ولا وحده من بيناتهم، لازم نفتحهم. طيب يا ترى بيمدينا انه نفتحهم ولا ما بيمدينا؟ اوكي لازم نشتغل على هاي الشغلات والله. طيب ما في مشكله، اول شيء خلونا نفتح هاي. اوكي فتحنا اول شيء تبع ما بعرف شو هي الصراحه، وهي لازم نفتحها تبع السياره. اوكي لازم تستنى 3 مينت لازم نستنى لحتى تصير. اوكي هذا الكلوز شوب اللي عم يحكوا لي عنه. اوكي طيب عم يقولوا لي انه انا ما معي you don't have enough available researching themes. اوكي معناتها لازم ابعثهم هذول يعملوا لي بحث لحتى يجيني شغلات وعملات. اوكي طيب خلونا نشوف نحن الديناصورات اللي ممكن نسويها هلا اول شيء مشان نعرف الجينات اللي الصحيحه اللي بدنا نروح نجيبها مشان نعمل لها الانكوبيت. اوكي لازمنا الترايك ولازمنا هذا الامبستريتور مدري شو اسمه، فخلونا ندخل على هاي هلا. طلع لي من هاي، ندخل على هاي ونروح على الماب. خلينا نشوف الاماكن اللي عنا. هاي فيها الترايك حلو، وهاي فيها السيراتاسورو، وهي فيها هذاك اللي بدنا حكينا شو عنه. خلونا نروح نبعتهم يجيبوا لنا الترايك، خلونا نروح نبعث لهم يجيبوا لنا حفورات الترايك تبعه. اوكي في عندنا شغلات كمان اللي هي اوكي خلونا ندخل هون، في عندنا حفورات اتوقع عندي انا، خلونا نعمل لها. اوكي هي وحده للترايك، خلينا نعمل لها اكستراكت، وهي كمان عندنا خلينا نعمل لها اكستراكت. هذا شو يا عمي بنعمل لهم اكستراكت كلياتهم ليش لا؟ ممكن نطلع شغلات ريتنج تبعها عالي اكثر من هيك. اوكي المفروض هلا عندنا مهمة تانية انه نرسل الستار للواحد ستار الديناصورات، لانه حرفيا معنا ديناصورات فلازم نطلع ديناصورات اكثر من هيك لحتى نجيب ريتنج اعلى من هيك. اوكي اوكي هاي المهمة عم تقول لي انه استخدم مركز الابحاث للبحث عن حفورات صغيرة متوسط الحجم او صغيرة الحجم لديناصورات عاشبة. اوكي ممتاز نحن اصلا بعتناهم لحتى يشوفوا لنا حفورات الترايك، فهذا الشيء رح يكون من صالحنا. طيب شوفي عندنا هنا شيء ابنيه ممكن نبنيها.
هلا هاد المبنى نحن مالنا بانينه صح؟ خليني اشوف والله، اتوقع انه اوكي هذا المبنى اوكي هون لازم نحن. طيب تمام نحن عم نفتح هلا هي صح؟ نحن عم نفتح حاليا هي اذا فتحناها اتوقع انه رح ينفتح لنا بناء هون نقدر نبني يكون للانقاذ والعلاج والشغلات. اوكي هي المخطط تبع المدينه يعني، حطوا لي انه هون في ماعز هون في سيرة السورو تبعي. شو ها؟ اوكي هو هون. دايم. اوكي فتحوا لنا المهارة. هلا والله. بس ما يكون داي خلاقة. بس ما يكون داي خلاق تكسر السور وتهرب. دير بالك ها؟ تصير مشاكل بيناتنا بعدين. اوكي خلونا نرجع لهنيك، اتوقع انه فتحوا لي اللي قلت لكم عليها حاليا. وينها؟ انا وين بدي ابنيها المشكله؟ انا مالي عارفان ايش هي، عرفتوا كيف؟ اوكي مو هي كمان، لا ما بعرف والله الصراحه، مع اني تعلمتها. اوكي اجت العفورات، يا هلا بالعفورات. خلينا نشوف شو جابوا لنا. اوكي حلو، خلونا نشوف شو جابوا لنا. جابوا لنا عفوره هي للبيع 80,000. I don't know how you did it. سيل. Just that you did. Okay, هاي نعمل لها extract وهاي. Okay, thanks. Okay, عملوا لي إنه لازم أجيب جينات 50% للترايس لحتى أقدر أطلعه والمربح تبعي مليون. Okay. Start mission. If you've been listening to Dr. Malcolm, then you know how important. نعمل لهم extract كلياتهم شباب. ومنطلع الدي ان، منطلع اول تراي كلنا بهي اللعبه. حلو هاي المهمه خلصت، وخلصت المهمه اللي قبلها. بيفضل عنا هلا بس طلعنا الديناصورات، اتوقع انه بيزيد عنا هذا الشيء. عملت لي هاي مهمه انه بناء ملجا للزوار، ما بعرف شو الملجا، لكن في عنا هذول اللي قلت لكم عنها الابنيه هاي هون. اوكي الترايك صارت عندي اتوقع جيناته كامله. في عنا هاي تبع السيارة يا شباب اللي حكيت لكم عنها، طلعنا نحن مو بانينها صح ولا هي هي؟ والله شكلها هي هي. فرجيني. لا مو هي شباب، اي وحدة تبع السيارة. اوكي هي الهليكوبتر. الو هي تبع الهليكوبتر، خلونا نبنيها لانه مو موجودة عنا نحن هي. لذلك خلونا نبنيها هون. اوكي خلينا نبني وحدة التدخل السريع للهليكوبتر بهاي المنطقة، لأنه فيها كهرباء. عرفتوا ليش أنا جيت لهون؟ لأنه فيها كهرباء. أو خلونا نقربها هيك شوي. اوكي هون ممتاز تمام. هاي لا مثل اللي ما فيها طاقة، كيف؟ ما محطوط طاقة هون يا عمري، معناتها لازم نسوي لهم طاقة. بدنا مور باور ستيشن. طيب لبين ما تخلص ذيك البناء. اوكي نحن طلعنا استخرجنا هدول. طيب خلونا نشوف الترايك اذا بدنا نطلعه 58%. حلو تقولي انتو في عندي الفايبلتي 58% نسبة نجاح تفقيس البيض، يعني ممكن نسبة 58% ما تنجح تفقيس البيض وممكن تنجح. بقى نحن وحظنا، بقى خلينا نعملها انكيوبيت ونقول ان شاء الله انها تنجح. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شو صار مع البناء هذا؟ جاهزين خيو؟ اوكي جاهزين. في عندي نقص بالباور، في عندي نقص بالباور يا شباب. لازم نبني واحدة جديدة للطاقة، لازم نبني واحدة جديدة للطاقة. اوكي لقيتها واخيرا. داخ مخي لحتى لقيتها. طلعت هاي سمول باور ستيشن. اوكي لازم نحط هاي الباور ستيشن هون. اوكي ان شاء الله نتنحط هون بهذا المكان. لا يا شباب لا، ليش ما بتنحط هون؟ طيب شوفي والله مالي غير احطها هون خلاص. اوكي بنحطها هون ما عندنا مشكلة، لازم نوصلها بهي. ايوه ممتاز اتوقع انه هيك صار فيها باور. هلا المفروض انه يكون فيها باور كامل مكمل. اوكي وهي طريق حلوين جدا. طيب هلا لنفهم او لنعرف صحيح نحن نسينا، بتعرفوا شو نسينا؟ نطلق هاد. اوكي اشارة صح، حلو معناتها طلع. اوكي بس اول شيء خلونا نركز
هلا اللحم هون هو صح؟ السيراتاسورو هون، معناتها نحن لازم نفتح له هون. طيب اوكي، خلونا نعمل له ريليس. بسم الله، اجى الترايك، اجى الترايك. يا هلا يا هلا يا هلا. ديم يا شباب، ديم. والله شكله اسطوري اكثر من اركي والله. ديم والله شكله اسطوري يا شباب عن جد. شوفوا شوفوا عيونه. اوكي بده عشب، بده اكثر. طيب اوكي هاي الجيت، افتح لي اياها. اوكي تعال 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 اطلع من هون، تعال تعال اطلع من هون. رايكي تعال اطلع من هون. هاي المنطقة إلها كلها يا ثلا. اوكي طلع 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 طلع. يا هلا. اوكي سكروا لي هاي الجيت. يلا روح روح روح. هلا والله. اوكي هرب يمكن او راح يشرب مي والله. طيب اوكي ارجينا الستاتس تبعه. حلو الستاتس تبعه اسطورية، لكن ناقصه فود. الوتر هلا بيشرب هو. الهيث ممتاز. الفود لازم نحط له فود. اوكي هلا الفود ما بعرف، انا حاطط هون فود بس ما بعرف اذا هي بيقدروا ياكلوا منها ولا لا. اوكي خلونا نعمل هيك، معناته بيطلعوا لنا واحدة جديدة صح؟ لازم مفروض انه يطلعوا لنا واحدة جديدة. اوكي حلو طلعنا له واحدة جديدة حاليا. ان شاء الله يكون هذا الفود تبعه، ما بعرف اذا هو ولا مو هو. اوكي هدول كمان لازم نعمل لهم، نطلع لهم واحدة جديدة. اوكي هاي لازم ادخل اشيلها، لازم ادخل اشيلها. طيب يلا مو مشكله. اوكي اخواتي هلا المفروض في عندي هون صار ديناصور سيراتاسور صار مريض، لذلك دخلت على هاي وطورت سنايبر. ان شاء الله تكون انه رح يفتحوا لي السياره. بهي الحاله باقي له 1 مينيت، بهي الحاله رح اقدر اني اروح ويعني افوت عالج، عرفت كيف؟ اوكي فتحوا لي اياها. طيب السياره وين بتكون موجوده؟ ممكن اعرف؟ هي المشكلة انه السيارة وين بتكون موجودة، يعني بناء هو مثلا ببني انا. اوكي اتوقع انه هذا هو، اتوقع انه هذا هو رينج ستور ستيشن. اوكي اتوقع انه هذا هو والله يا شباب، اذا ما خاب ظني اتوقع انه هذا هو. اوكي وين احطه وين احطه، والله مالي عارفان وين احطه. اوكي نحطه هون. اوكي احطه هون. لو هيلث. او ماي جاد او ماي جاد رح يموت. بنلحقه ولا ما بنلحقه؟ بسرعة بسرعة بسرعة. وينه وينه وينه؟ اوه هيلثو هيلثو. ارجيني ارجيني. في الار؟ دايم صار هيلثو 47%. او ماي جاد ان شاء الله بنلحقه، ان شاء الله بنلحقه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوكي خلونا نشوف. اوكي لا خلص عملوا لي باك. اوكي تمام لازم ان شاء الله نلحقه، ان شاء الله نلحقه. اوكي بدنا طريق، هذا بنسوي له طريق ما في مشكله. تعال ها تعال، هاي طريق احلى طريق. بس المهم استعجلوا لي بالموضوع لانه لازم نروح نعالج هذاك، لازم نروح نعالج هذاك يا شباب قبل ما يموت علينا. اوكي حلو حلو حلو. درايف 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 درايف. ديم يا الجرافيك ديم. اوكي ميديكال ميديكال. حلو حلو حلو. مفروض انه لازم الحقه لهذاك هلا. ابعد ابعد انت ويا ابعد ابعد ابعدوا. يا لطيف يا لطيف دعسنا العالم. يا لطيف افتحوا لي افتحوا لي البوابه بسرعه، انا مصاب. ديم يا شباب على الجرافيك ديم. اوكي حرف الار اللي هو الدار درايفل. اوكي 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 الدار درايفل حرف الار. اوكي حلو اعطيناه وحده، لازم وحده ثانيه امسك. اوكي هيت كمان وحده. اوكي ممتاز ممتاز ممتاز. حلو حلو يا شباب. اوكي باك. حلو لازم نروح نشيل هاي اللحمه من هون. هاي هاي اللحمه. اوكي هاي اللحمه الفاسده لازم نشيلها. نعمل لها هيك. اوكي حلو 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 تمام. وهديك كمان اتوقع انه شيء فاسد هنيك، لازم نروح نظبطه نصلحه. دايم يا شباب على الجرافيك الاسطوري دايم والله يا شباب عن جد اللعبه بتجنن. اوكي صلحوا لي هاي.
يا عين عليكم يا عين عليكم، هيك امورنا صارت على العوال، احلى من هيك ما ضل. اوكي هلا بنرجع نطلع. حرفيا نحن عملنا البوابات بشكل اسطوري، فتحنا مجال واخذنا كل امورنا. اوكي خلوني اشوف والله اذا بقدر اعمل اخذ تك فوتو، حاطين لي تك فوتو عارف الام. او ماي جاد، لا اذا هيك ممتاز. لا باخذ لي صوره للترايك معناتها مشان احطها غلاف. اوكي هو جاي يهرب ولا شو؟ ماني فاهم انا. اوكي اوكي حرف الزد بياخذ صوره. اوكي حلو ممتاز. اوكي حس لا يخرب بيته، عم نطح السيارة. اشهد اخوي عم نطح السيارة هذا العمى، فكرته والله ما بيقرب علي يعني. العمى. طيب اوكي خلص باك، روحوا لحالكم ترجعوا لحالكم صح؟ والله يا شباب طلع شيء يخوف هذا. اوكي طلعت انا من هذا الديناصور واحد كمان، خلونا نعمل له ريليس. اوكي سكيب، خلينا نفتح له البوابة هاي كمان. اوكي اوبن جيت، حلو ممتاز. هلا لازم ندخل هون نشوف اذا عندنا الترايك صار 70%، لازم نعمل لهم واحد انكيوبيت اخر شيء عشان ننهي المهمة يا شباب وبنختم الحلقة ان شاء الله. اوكي يا شباب هذا خلص، خلينا نعمل له فشل. لا لا والله ريليس ليكو، انا كنت كابس على هاي. منيح. اوكي ريليس. اوكي خلاص بنعمل له سكيب والبوابه مفتوحه صح. اوكي البوابه مفتوحه بيقدر يطلع ويتحرك. هلا هاي المهمه المفروض انها تكون انتهت، لانه كتبيلنا انه لازم نعمل انكيوبيت لترايك الجينوم تبعه 70%. تمام حلو ممتاز. هذا مريض. Dinosaurs can become potentially dangerous dinosaurs. You are upping the risk factor. نجيك يلا. نجيك. اوكي اخذنا مليون ليرة، اجانا عملنا التاسك. اوكي هي لازم تتصلح. اوكي لازم يصلحوها. ممتاز شباب. اتوقع انه لحد هون ونتوقف اليوم، لكن في شغلة لازم تقولوا لي عليها. اللي هي يا ربي الجينات. صراحة ما عرفت شلون افتحها، دورت ما عرفت شلون افتحها. قولوا لي شلون بدي احذر على جينات الديناصورات، من وين ادخل، شو اعمل لحتى اعدلهم ان شاء الله تعالى. وبس هذا كان حلقتنا اليوم، ان شاء الله عجبتكم استمتعتوا فيها. اذا في اي شيء ملاحظات شغلات لازم اعملها اكتبوا لي بالتعليقات، ان شاء الله تعالى رح اسويها الحلقه الجايه. واشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.